السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً فيكم في ورشة عمل كروشيه 8. حنبدأ اليوم نعمل كروشيه على طراز الفن الإسلامي باستخدام أكياس النايلون. أول شيء نبدأ به هو إزالة الأطراف، ثم نبدأ بقص الكيس إلى شرائط والتي تجمع لاحقاً مع بعض حتى يتكون عندي خيط واحد متكامل. ممكن كل كيس يتحول إلى بكرة أو جميع عدد الأكياس اللي حنحتاجها لإنتاج القطعة الثمانية تتجمع مع بعض وننتج منها بكرة. الآن نبدأ بأول شيء هو عمل العقدة، وتكون هي هذه نقطة البداية. بعد ذلك نبدأ بعمل خمسة سلاسل، هذه طريقة سلسلة رقم واحد. الآن نعمل سلسلة رقم اثنان وهكذا حتى نصل إلى رقم خمسة. عند الانتهاء من الخمسة سلاسل نقوم بعمل المنزلقة، نقوم بإدخال غرزة رقم واحد في سلسلة رقم خمسة، ثم نسحب الخيط من كلاهما حتى يصبح عندي دائرة متكاملة وهذه تسمى منزلقة. نبدأ الآن بعمل ثلاثة سلاسل. بعد الانتهاء من الثلاثة سلاسل حنبدأ بعمل غرزة اسمها عمود بلفة. حنعمل تقريبا 16 عمود بلفة باعتبار أول ثلاثة سلاسل هي عمود بلفة رقم واحد. عند الانتهاء من 16 عمود بلفة نقوم بغلق الدائرة بإدخال الصنارة في سلسلة رقم ثلاثة وعمل منزلقة بهذه الطريقة. الآن حنبدأ سطر رقم واحد. نحتاج نعمل سبعة سلاسل. بعد السبعة سلاسل حنعمل نصف عمود بلفة تماما مثل هذه الطريقة. نأخذ الخيط ثم ندخل من تحت السلسلة ونسحب الخيط ونخرج، ثم نأخذ الخيط ونخرج من جميع الحلقات. الآن اكتملت عندي الحلقة الأولى، ثم أعمل خمس سلاسل وأكرر حتى أنتهي من السطر الأول وأغلق السطر في ثاني سلسلة من الحلقة الأولى بمنزلقة. من المفترض يكون عندي ثمانية حلقات. الآن بداية السطر الثاني تكون عبارة عن ثلاثة منزلقات بهذه الطريقة. هذه الحركة تكرر في جميع الأسطر باستثناء السطر الثالث والسطر السادس. الآن عند الانتهاء من الثلاثة منزلقات نكرر نفس العملية في السطر الأول، سبعة سلاسل، نصف عمود في لفة، ثم خمسة سلاسل، ثم نصف عمود بلفة، وإلى آخره حتى يكمل السطر الثاني بوجود ثمانية حلقات، ونغلق السطر بثاني سلسلة من الحلقة الأولى في هذا السطر. الآن الاستثناء في السطر الثالث عند بدايته نبدأ بسبعة سلاسل مباشرة دون عمل ثلاثة منزلقات، ثم بعد ذلك نقوم بعمل نصف عمود في الحلقة الأولى من السطر السابق، ثم خمسة سلاسل، ثم نصف عمود في النصف عمود من السطر السابق، ونكرر هذه العملية حتى انتهاء السطر، بحيث المرة الأولى ننزل في الحلقة، المرة الثانية ننزل في العمود من الدور السابق، وينتهي هذا السطر على وجود 16 حلقة. الآن السطر الرابع تماماً مثل السطر الثاني، بالنسبة للسطر الخامس هو تماماً مثل الرابع. الآن لبداية السطر السادس هو تماماً مثل الثالث. نبدأ بسبع سلاسل مباشرة دون وجود ثلاثة منزلقات، ثم نصف عمود في الحلقة من الدور السابق، السطر السابع والثامن والتاسع أو قد يكون حتى العاشر نفس طريقة السطر الثاني والرابع والخامس، ما عدا الفرق هنا أن يكون عدد الحلقات 32 حلقة. المقياس هو المتر حتى نصل إلى القطر 38 سنتي، ثم نتوقف عن إضافة أسطر أخرى.
عند الانتهاء من الحصول على دائرة قطرها 38 سنتي نبدأ بعمل المثلثات. المثلث الأول نبدأ بثلاثة مزلقات، ثم خمسة سلاسل، ثم نصف عمود في الحلقة، ثم خمسة سلاسل، ثم نصف عمود في الحلقة، ثم خمسة سلاسل، ثم منزلقة في سلسلة رقم ثلاثة تماما كما نرى الآن. بعد الانتهاء من السطر الأول من المثلث نقلب القطعة على الجهة الخلفية ونبدأ بعمل ثلاثة منزلقات، ثم خمسة سلاسل، ثم نصف عمود في الحلقة، ثم خمسة سلاسل، ثم منزلقة في سلسلة رقم ثلاثة. بعد ذلك نقوم بقلب القطعة مرة أخرى لعمل آخر حلقة من المثلث. نبدأ بثلاثة منزلقات، ثم خمسة سلاسل، ثم منزلقة في سلسلة رقم ثلاثة من الحلقة المجاورة. وهكذا نكون انتهينا من المثلث الأول كاملا. طريقة البدء بالمثلث المجاور، نقوم بالعد 1 2 3 4، الحلقة رقم 5 وهي أول، تعتبر أول حلقة في مثلث رقم 2. نبدأ بسلسلة رقم 3، نقوم بعمل منزلقة ثم نكمل العمل. الآن آخر خطوة هي عمل الإطار. نبدأ بغرزة اسمها غرزة الحشو. نبدأ بعمل ثلاثة غرز داخل كل حلقة. عند الوصول لآخر حلقة في المثلث وبعد عمل ثلاثة غرز، نقوم بعمل غرزة واحدة منفردة ثم نكمل ثلاثة غرز في الحلقة. عند الوصول إلى حلقة الرابعة نزولا في آخر المثلث، نقوم بعمل غرزة الحشو، تناقص الحشو. غرزة تناقص الحشو هي عبارة عن التالي: لا نقوم الآن بسحب الخيط كالعادة، نذهب إلى الحلقة المجاورة ثم نقوم بسحب الخيط من الثلاث سلاسل دفعة واحدة. هذا هو تناقص الحشو حتى تكون عندي الزاوية بين المثلث والمثلث الآخر. لإقفال الخيط بجودة عالية وطريقة مرتبة هنتبع الخطوات التالية: نترك مسافة من الخيط، ثم نقوم بقص الطرف المتبقي ونسحب الخيط إلى الخارج كاملا. الآن من تحت هذه السلسلة نسحب الخيط إلى الآخر حتى نغلق الفراغ وهو بمسافة سلسلة متبقية، ثم نبدأ بعملية سحب الخيط داخل السلاسل بهذه الطريقة حتى نخفيه تماما ويكون لدي جودة عالية في الإخراج الفني للقطعة التي أعمل عليها. في النهاية من المفترض الحصول على قطعة مقاس القطر هو 50 سنتي تقريبا. شكرا لكم على المتابعة، نتمنى تكونوا حصلتم على وقت ممتع ومفيد في كيفية إعادة استخدام أكياس النايلون لاستخراج قطع فنية على طراز الفن الإسلامي. تحياتي.